السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكون احوالكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة تميرة بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو ديال اليوم غيكون وصفة، واحد الوصفة زوينة بزاف، البنات كيديروها الكوريين بزاف، اللي فيها واحد المكون الرئيسي اللي هو الارز. هاد الوصفة هادي للوجه، كتعمل على نضارة وتصفية البشرة الوجه. خطيرة 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 بزاف البنات، هاد الماسك خطير وحصري على القناة ديالي. هذا روتين العناية بالبشرة فقط بالمكون واحد كما قلت لكم اللي هو الأرز. إذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ملي غادي تشوفوه، إذا عجبكم ما تنسوش ديروا اللايك وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو، ومرحبا بالاستفسارات ديالكم، مرحبا بالتعليق ديالكم، ونخليكم مع الفيديو. ناس كما كتشوفوا معايا عندي الارز، الارز بسماتي كما كتشوفوا، ولا الارز الابيض. كتاخدوه كتغسلوه مزيان باش كتحيدوا منه اي حاجه فيه، لحقاش حنا عارفين المحلات التجاريه يعني ما كيكونش فيهم داكشي نقي 100%، الا اذا كنتو خديتوه يعني مغلف. المهم البنات كما كتشوفوا معايا، خديت هنا تقريبا واحد الكاس العنبه ديال الارز، درته في هاد الجبانيه هادي، وخويت عليه الماء معدني. ضروري تجيو ماء معدني، ما تديروش البنات الماء ديال الروبيني عادي. كترقدوا هذا الرز هذا في ماء معدني مده ليله كامله ولا 24 ساعة. المهم كما كتشوفوا معايا، ملي خليته مدة ليلة كاملة، صفيته كما كتشوفوا في المصفاة، المصفاية هادي صفيته، حيت ليه داك الماء ديالو. وهاد الماء ديالو يا البنات ما ترميوش ابدا، غادي نستعملوه تاني من بعد. هنا خديت الارز ديالي كما كتشوفوا، من بعد ما صفيته من داك الماء، كناخد هنا شي زيف نقي وكنستف فيه فحال هكا الارز ديالي، وكنفرشه مزيان. كنخليه يعني كنخليه تقريبا واحد نهار اخر، حتى كتحسوا به راه صافي، راه ما بقاش فيه الماء نهائيا، ولا تقدروا تخليه غير واحد 6 سوايع، المهم انتما واللي بغيتو. هنا البنات انا ما خليتوش بزاف، خليته واحد 6 سوايع، جيت لقيته ناشف تقريبا من الماء، ما بقاش فيه الماء بزاف كما كتشوفوا معايا. درنا هذه الطريقه هذه لحقاش، هذه الطريقه هذه هي باش غنصايبوا ان شاء الله دقيق الارز. ضروري انكم ترقدوه ليله كامله باش فحال هكا الا بغيتوا طحنوه يجيكم ساهل. انا طحنته هنايا كما كتشوفوا معايا، طحنته في هذا الكاس الكبير، الكميه كامله درتها دفعه واحده وطحنته، جاني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ما ومازال البنات غادي نغربلو دابايا. هنا خديت هاد يعني هاد الشبكه هادي فيها تقابي شويه كبار، غادي نغربلو باش هي يعني تهز ليا دوك الحبيبات اللي كيكونوا كبار في الحجم ديالهم كما كتشوفوا. والتاني نغربلو في الغربال اللي كيكون رقيق بزاف، باش بحال هكا كنخرج يعني بحال البودره ديال الارز، ما تكون فيها حتى شي حبه غليظه كما كتشوفوا معايا البنات. انا خرجت البودره ديال الارز كما كتشوفوا، كتجي رقيقه بزاف. وهنا هذا الخليط هذا اللي بقى ليا ديال الارز، هاد الحبيبات اللي كيكونوا شويه كبار، كنخليه كمقشر، يعني حتى شي حاجه ما تضيعوها من هذا الشيء كامل اللي غنديرو كما كتشوفوا. هو كيجي بحال الدقيق، كيجي رقيق بزاف. غادي نبداو دابا البنات بالروتين ديالنا، غادي ناخذوا هاد المقشر هذا ديال الارز اللي كنا غربلناه، كناخذوه البنات كما كتشوفوا معايا. هنا كناخد شي جبانيه هنايا تكون نقيه، كندير فيها تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال المقشر، هاد المقشر هذا كندير فيه معلقه كبيره، وكنزيد عليه معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. تقدروا تزيدوا البنات حتى عصير الحامض الا بغيتوا. غادي نحرك مزيان كما كتشوفوا معايا، وغادي نديرو كمقشر لوجهي. خص ضروري البشره تكون نظيفه من قبل عاد كتطبقوا هذا المقشر هذا.
المهم البنات، غادي نطبق هذا المقشر هذا على البشرة ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقة هذه اللي غادي نوريكم في يدي. كتطبقوا بحركة دائرية، كتقشروا غير باللطف باش ما تجرحوش البشرة ديالكم هانتوما كما كتشوفوا معايا. ملي كتطبقوا هذا المقشر هذا، كتغسلوا الوجه ديالكم بالماء دافي وتمسحوا بشي فوطه. علاش البنات تغسلوا بالماء دافي؟ لحقاش كتحلوا المسامات، حيت غادي نديروا مازال الماسك ديال الاروز باش بحال هكا البشره ديالكم تستافد منه مزيان. انا دابا غادي نمشي نغسل وجهي وان شاء الله نجي نتلاقى معكم نشوفوا الماسك. كناخدو دقيق الارز اللي كنكونوا وجدنا كما كتشوفوا معايا، كناخدو تنزيدو عليه تقريبا اللي غادي يخلط لنا هاد الكميه اللي عندي ديال الماء المعدني كما كتشوفوا. كنخلط به هاد الدقيق ديالي مزيان، ما بغيتوش ديروا الماء المعدني، ديروا ماء الورد. غادي نخلط هاد دقيق الارز، غادي نخلطه مع الماء مزيان حتى كيشكل لي واحد الخليط اللي ما كيكونش جاري وما كيكونش عقد بزاف، يعني بينه وبين البنات. كنطبق هاد الماسك هذا على الوجه ديالي، انا غنوريكم هنا في يدي كيفاش كطبقوه على البشره. ضروري خصها تكون نظيفه كما قلت لكم، من بعد هاد المقشر تغسلوه بالماء دافي عاد كطبقوا الماسك ديالكم. كطبقوا الماسك مده نصف ساعة، يعني بمنشف ليكم مزيان، ما يعني ملي كتبغيو تضحكوا ولا ديروا شي حركة بالوجه ديالكم ما كتقدوش ديروها، يعني خص الماسك يكون ناشف تماما عاد غسلوه. الطريقة باش كتغسلوه، كتحاولوا تزولوا الماسك بشوية بيديكم عاد كتغسلوه بالماء يكون بارد باش كتسدوا المسامات ديال الوجه. من بعد البنات ملي كديروا هاد الماسك هذا، هاد الماء هذا ديال الارز اللي كنا صفيناه من الارز ديالنا في الاول كما قلت لكم ما غاديش نرميوه، كتاخدوه تديروه في بخاخ. دوك البخاخات الصغيورين اللي كيكونوا فحال ديال الماء الورد، وكتبقاو ترشوه على الوجه ديالكم كل مثلا كل ساعه ولا جوج سوايع كترشوه. كما كديروا الماء الورد ديروا لهاد الماء الارز، راه مفيد بزاف بزاف البنات للبشره وكيساهم في التصفيه ديال البشره. وصدقوني غادي هاد الوصفه هادي غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها بزاف، لحقاش مكوناتها طبيعيه جدا، والمكون الرئيسي اللي فيها اللي هو الارز ومتواجد في كاع البيوت. يعني اي دار مشيتي ليها راه تلقى فيها الرز. وكنتمنى يا ربي انكم تستفدوا من هذا الشيء اللي قلت لكم وتجربوه وتردوا عليا في التعاليق. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.